استوديو محمد والغدا قيادي بالمنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة وعضو مجلس الشيوخ الموريتاني. أهلا وسهلا. أهلا بكم مرحبا. إذن الرئيس يعلن عن إطلاق الحوار السياسي في غضون 3 أو 4 أسابيع، هل ستقبلون في المنتدى على الحوار؟ بكل تأكيد هذا ليس حوار، هذا مخرجات لدى ولي عبد العزيز أعلن عنها قبل أن يبدأ الحوار. قال بأن الحوار لم يبدأ بعد وهو لم يقل إلا أنه سينطلق في غضون 3 أو 4 أسابيع، هل ستقبلون؟ أعلن عن مخرجات حواره بإعلانه عن 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 إلغاء مجلس الشيوخ من الدستور، رغم أن إلغاء مجلس الشيوخ ليس رئيس الجمهورية هو من يجب أن يعلن عن ذلك، لأن مجلس الشيوخ من ضمن غرفة تشريعية أو من ضمن منظومة تشريعية هي مستقل عن النظام التنفيذي. الموضوع نتائج الحوار المرتقب هي نتائج يعرفها محمد عبد العزيز في رأسه، ويبدو أنه أعلن بعضها أمام الجماهير في النعمة. إذن هذا ليس حوار. المعارضة كانت تطرح ممهدات لوضع ضمانات لحوار هادف وبناء، والعبد العزيز لديه مخرجات يريد أن يعلنها من خلال فولكلور أو مسرحية. إذن المسألة واضحة فيما يتعلق، وطبعا لن نشارك في مثل هكذا حوار ولن نكون جزءا منه. طيب، الرئيس اتهمكم بالفشل وقال إنكم لا تمتلكون رؤى ولا مشاريع، أين أنتم من ذلك؟ هل فعلا لديكم رؤى ومشاريع؟ المعارضة لم تجرب بعد في موريتانيا، ما جرب هو النظام الحالي، وتجربة هي تجربة سيئة بكل المقاييس وكل المعايير، تجربة فاشلة من الناحية الاقتصادية وفاشلة من الناحية الأخلاقية. أدناه ما كان يقوله الرئيس عن المعارضة حيث يصفها، يقول عن المعارضة أنها أعداء للبلد. هذا حين يتكلم قال إن البعض جرب وأثبت ما تقوله أنت الآن عن النظام. هذا أمر مردود. زعماء المعارضة معروفين والمعارضة معروفة، لم تحكم يوما. إذا كان ولي عبد العزيز يريد أن يتحدث عن بعض الأغراض الموجودين حاليا في المعارضة والذين كانوا سابقا جزءا من النظام، فلديه أضعافهم آلاف المرات في نظام حكمه وفي الذين يعبئون له بالوسائل القبلية لمهرجانه. ولي عبد العزيز هو الوحيد الذي كان فعلا من ضمن الأنظمة السابقة وكان جزءا منها وكان جزءا من النفوذ ومن الثروة الموجودة سابقا. لكن هو انتقدكم في جوانب تتعلق برؤى واستراتيجيات وأفكار، هل فعلا لديكم؟ فعلا المعارضة برنامجها إذا أراد الشعب الموريتاني وتاح له الشعب الموريتاني أن تبرز برامجها وأن تطاها على أرض الواقع، فالأكيد أن الأمر سيكون أحسن بكثير مما هو الحال عليه الآن، هذا ما أؤكده لكم. طيب، الرئيس قال كذلك أنه لن يكون عقبة في وجه ترسيخ الديمقراطية بالبلد، لكن المعارضة لن تكون بديلا لأن الشعب يوصد الباب أمامها، الشعب يوصد أمامكم الباب، إلى أين ستتجه؟ المشكلة هي في فهم عبد العزيز لترسيخ الديمقراطية. ما يؤسفني أن البعض استنتج بعض الخلاصات من ترسيخ الديمقراطية بأنه عبد العزيز لا ينوي انتهاك الدستور، ولكنه حين شرح مفهومه لترسيخ الديمقراطية ضرب أمثلة بقيامه بانقلاب 2008 وبوقوفه في وجه الانتقال إلى الضفة الأخرى في المعارضة سنة 2007. إذن هذه هي النماذج التي يرسخ بها ولي عبد العزيز الديمقراطية. لا، لكن قال لن يعترض سبيل يعني ترسيخ الديمقراطية. نعم، مفهومه لترسيخ الديمقراطية هو الانقلاب على الديمقراطية، هو الانقلاب على الدساتير، وهذا شرحه، ولكن البعض لم يفهم. ولكن الرسالة واضحة أن ولي عبد العزيز يعتبر ترسيخ الديمقراطية، هو يعتبركم أيضا تنقلبون على الدستور حينما يعني تنادون برحيل نظام انتخب، هذا أيضا يعتبره انقلابا على الدستور. هل الشعب فعلا أوصد الباب أمامكم؟ لم ينتخب يوما، كانت هنالك مهزلة في 2009، جميع المعارضة رفضتها وكانت تزويرا واضحا للعيان، واستخدم جميع وسائل السلطة ووسائل الدولة والقادة العسكريين كانوا يعملون ليل نهار في ترسيخ في تسخير كل. رغم ذلك في كل مرة تشارك المعارضة وبعدها تصفون الانتخابات بهذه الأوصاف. لأنها بعد التجربة محمد والغدا قيادي بالمنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة عضو بمجلس الشيوخ الموريتاني، شكرا جزيلا لك.